السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لإنزكان، بغيت ناخد شي طلمت. انا دابا كنتواجد في زنقة تارودانت. المحل بالضبط ديال هاد السيدة تاع الملكة تقضى كاين حدا داك المحل ديال داك السيد اللي كيصايب الهرس. مهم ان شاء الله هنا اللي جبت لكم هاد الفيديو. السلام عليكم. خويا كي داير؟ بخير لاباس؟ صحه لاباس؟ الحمد لله. البنات جيت ناخذ واحد التويب عند واحد السيد كناخذو عنده ديما، كيدير تويبات زوينين صراحه، وعندو الجديد وكيدير اثمنه مناسبه وشي حاجه اللي زوينه، وعندو تويبات متناول زعما الجميع. المهم على حسب الانسان وعلى حسب الجيب ديالو. بالنسبه لهاد التويب هذا شحال كيدير؟ هذا فيه الخديه، هذا بروكر، بروكر 240 درهم. فيه شحال متوب هذا؟ ولكن فيه جوج دوفاس. على حسب كي اللي تيبغي دوفاس. كاين دابا هذا درنا هذا الشكل هذا، على حسب كي اللي تيبغي دوفاس. الوينات ديال هذا؟ الوينات ديالها هما هادو الوينات. كاين اللي كغي، كاين دوغي، كاين هاد لو تيركوا ولا البلو فير. صافي راه زوين. وكاين هاد الشكيل هذا عاود، مهم راه زوينين. هادو شنو سميتهم؟ هذا ديجيتال، هذا ديجيتال. هاد التويبات هكداك ديال تركيا راه دوغي زوين، شي حاجه اللي واع. شنو سميت هاد الثوب هذا؟ هذا بحال فودان. لا لا، هذا سامبل، هذا السامبل ديال الديجيتال، حيت كاين فيه ماركه. هاد الوين هذا غوز ياك؟ تقريبا غوز. لا هذا غادي للماروك، غادي للماروك، الماروك الدوغ. المهم راه البنات اللوينات راه زعما الكاميرا ما كتعطيش الحق ديال اللوينات، راه شي حاجه اللي زوينين. هذا خضر الملكي، هذا اللي فيه الغوز ياك؟ هذا هذا غوز بالكري، السامبل ديالو. هذا زوين الصراحه. هادو اللوينات ديالهم كامل. هذا هو هذا، وهذا هو هذا، وهذا هو هذا. ونجيو لهذا عاوتاني. هذا شي حاجه اللي غزاله، شي حاجه اللي راقيه. شنو سميت هاد الثوب هذا؟ هذا المطروز، فيه موزون ياك؟ هذا المطروز. هذه خديه كاينه في الغوز، وكيما قلت لكم راه اللون واخا هكاك راه ما باينش. هذا السامبل لام بريمي ديالو، لام بريمي ديالو. هايك لاغون ديالو هكداك. غنوريكم اللوينات ديال هذا دابا. هو هذا، هو هذا دابا اللي في الخديه ياك. وهذا البلو رويال حتى هو واعر، هذا فن. وهذا المطرد ديالو. وكاين هذا البنات، هذا اللي شي حاجه واعره. هذا الثوب هذا شي حاجه اللي غزاله، حتى هو بموزون ومطروز، حتى هو شي حاجه اللي فن صافي. هذا هذا السامبل ديالو. شنو سميت هذا الثوب هذا؟ مطروز. هذا المطروز، هذا السامبل ديالو. وهذا حتى هو هذا داير على هذا الشكل. هذا فيه ثلاثه الشكيلات. هادو شون كي داير البنات، واعر كيحمق زعما الصراحه زوين. وكاين ها اللون الثاني ديالو. شنو سميت هاد اللون هذا؟ بيج طوب. بيج؟ بيج طوب. بيج طوب. اه شوفوا كي داير واعر، شوف كي داير غزال، شي حاجه اللي راقيه. وهذا الكري ديالو حتى هو كما كتشاهدوا، شي حاجه غزاله. اخر ما كاين في السوق ياك؟ شي حاجه اللي زوينه. غرقعت ميلونجي هذا الكري هذا مع هذا الموطار ديالك. هذا الصيفه هذا تقدر مثلا دير هذا في البلانطات كتلعب بهم، ديك الكوسانات والفرميجات فعلا. شي حاجه اللي زوينه واعر، اخر ما كاينش في السوق. وكاين هاد التويبات هادو، هذا تويبات عصريين روميين، كاين فيهم جوج تلوينات. هذاك لو تيركوا سامبل ومزوق، مزوق هذا تقريبا البغضو مايل شويه للموف ياك. مايل للزرق. وهذا الزرق ملكي البلو رويال، وهذا البغضو.
وكاين عاوتاني هاد الشكيل هذا، شنو سميت هاد الشكيل هذا؟ هذا ارابيسك. ارابيسك شحال كيدير هذا؟ خمسين درهم. هذا البنات الثمن ديالو 50 درهم، لا غلا على مسكين، شي حاجه اللي زوينه. وهذا هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 55. هذا 55 درهم البنات، شي حاجه اللي زوينه. وهذا حتى هو ما هضرناش على الثمن ديال هذا. هذا 280 درهم. هذا السامبل 140. 280 درهم المزوق، والسامبل 200 و... لا 140. 140 140 السامبل ديالو 140. وكاين هذا الشكيل هذا حتى هو راه زوين. ثوب اخر هذا، شنو سميت هذا الثوب هذا؟ هذا بروكار. البروكار هذا، هذه دايرين مخديه نص 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 هكا ونص هكا، واللور حتى هو مزوق. الزواقه ديال المخديه حتى هو زوين. اللوينات ديال هذا كاين في المحل الاخر ياك؟ المهم البنات راه عندهم تبارك الله محلات وعندهم شكيلات ولوينات. وهادو حتى هما ثواب روميين ياك؟ رومي. حتى هادو زوينين. هذا كيتخدم 3 بياس. 3 بياس، شي حاجه اللي زوينه. كاين في الخضر، كاين في الموطارد، كاين هذا في البيج ماغون، هذا حتى هو الغوز، زعما زوينين. الثمن ديال هادو؟ هادو الثمن ديالهم 65 درهم. الثمن ديالهم 65 درهم، بحال تقريبا فودان ياك؟ الشكل ديالو بحال بحال فودان، راه زوين. وكاين عاوتاني هاد التويب هذا حتى هو الصراحه انا حمقني، عجبني هاد التوب حتى هو، شي حاجه اللي زوينه. شنو سميت هاد التوب هذا؟ حرم السلطان. حرم السلطان، حنا دابا في الاثواب ديال تركيا ياك. حنا هادشي كلشي ديال تركيا ما شاء الله. كاين هاد الكري ديالو هو شتيه؟ الكري ديالو البنات الكري ديالو هو هذا حتى هو غزال فن. شو كيداير واعر. بالنسبه للثمن ديال هاد حريم السلطان، هذا الثمن ديالو 230. 230 السامبل ديالو 140. السامبل ديالو قال لك 140. المهم راه الدري ظريف الله يعمر، هذا راه كيدير اثمنه مناسبه. وهذا شنو سميت هذا؟ هذا غني عن التعريف. هذا المطروس. هذا المطروس كاين عنده في الزرق، وكاين عنده هاد اللوين هذا. المهم هذا راه داير لي الثمن ديالو ها هو 230. وهذا حتى هو هذا يمكن تخدم بهم مع هادو ياك، مع هاد ديرافيتي تخدم في بتيكوسانات، تخدم في كالدوات، كلشي كيدخلهم في سميتو، كتدخلهم مع لي موتيف صغار. وهذا حتى هو هذا البروكار، هذا هو اللي شفنا في ديك الخديه، هي هذه، هي هذه، هي هاد الخديه اللي شفنا كما كتشوفوا. كاين مازال لوينات اخرين. هذا في البوغدو، هذا في دوغي ماغون، هذا في صفر ولا موطرد الثاني ديالو. حتى هذا الصراحه زوين، كيطلع زوين واخا هكاك في الفصاله كيطلع زوين، وثمن مناسب، شي حاجه اللي زوينه. وهذا هنا هاد البلو، هاد الزرق، هذا مطروس حتى هو، المطروس غير هذا سميتو ديالو زوين حتى هو. هما كما كتشوفوا البنات، وهذه واحد الخديجيه هذه فيها العقيق هكا، هذه مخدومه باليد ياك، باينه فيها، شوفوا راه مخدومه باليد، شي حاجه اللي نقيه وزوينه. وكاين هذا عاوتاني البنات كما كتشوفوا، شنو سميت هذا؟ هذا بروكار ماتلاسي. بومبي هذا. هذا بومبي فعلا، شتو الرش ما كتبان، كتبان بومبي. ها الشكل ديال طروادي. بحال الشكل ديال طروادي، فيه حتى هو ثلاثه الشكيلات زعما ثلاثه اللي كيكونوا فيه ياك. عندك هذا، وعندك هذا، هذا دابا واحد اللون، وكاين هذا ما كنشوف، ثلاثه الانواع اللي في واحد الثوب. ها هو عاوتاني شكيل اخر، لوين اخر، عاوتاني الاخر. راه كيما قلت لكم واخا هكاك راه التليفون الكاميرا ما كتعطيش الحق ديال هاد اللوينات، صراحه زوينين، شي حاجه اللي غزالين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الفيديو هذا، راه صراحه المحل ديالو غزال ما شاء الله. الشكر كديرو حتى زوينين. وهذا البنات واحد ليكزومبل هذا ديال التوب داك اللي قلت لكم ديال حريم السلطان، هاو صراحه زوين واعر.
هذا هو المحل عندو داكشي غزال ما شاء الله. وهذا هو الفيديو البنات، ما شاء الله يكون يعجبكم، ما تبخلوش لينا بالتعليق ديالكم وبلي لايك وبالبارطاجي الى عجبكم الفيديو. كنشكركم بزاف على المشاهده والى فيديو قادم ان شاء الله. المهم اللي بغى شي حاجه البنات راه غنخلي لكم نمره التليفون ديال ام المحل.